مرحبا بكم في قناة رحلة عبر الزمن، القناة التي تأخذكم في رحلات مذهلة إلى الماضي والمستقبل لاستكشاف قصص وأسرار ومغامرات العلم والتاريخ والفن والثقافة. في هذه الرحلة سنتعرف على حياة واحد من أشهر المخترعين في التاريخ، نيكولا تسلا، الذي غير العالم بالكهرباء والاتصالات والطاقة الحرة. لكن هل تعلمون أن نيكولا كان يعاني من جانب مظلم في حياته، وأنه تعرض للعديد من المصاعب والمؤامرات والأسرار؟ هل تريدون معرفة المزيد عن هذا الجانب المظلم؟ وكيف كان له الأثر على تسلا واختراعاته؟ إذن تابعوا معنا هذا الفيديو واستعدوا لرحلة مثيرة ومفاجئة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتنا الممتعة والمفيدة. كما نرحب بتعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم في الأسفل، ونحن سعداء بالرد عليها. والآن دعونا نربط أحزمة الأمان للسفر عبر الزمن إلى عصر نيكولا تسلا والتعرف على الجانب المظلم في حياته. كانت السنوات الأولى من حياة نيكولا تسلا مليئة بالتجارب والاكتشافات التي أطلقت العنان لعبقريته الفائقة، وكانت أساساً لإرثه العلمي الذي استمر في إلهام العالم حتى يومنا هذا. ولد نيكولا تسلا في 10 يوليو 1856 في قرية صغيرة تسمى سميليان في منطقة ليكا في كرواتيا. وعلى الرغم من أن حياته بدأت في بساطة، إلا أنها انتهت بطريقة فريدة ومعقدة. تربى تسلا في عائلة صربية تمتاز بقيم الثقافة والتعليم. والده ميلوتين تسلا كان قساً في الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، وأمه جوكا تسلا كانت أماً رائعة تدعمه وتشجعه على اتباع شغفه في المعرفة والاكتشاف. منذ نعومة أظفاره بدأ يظهر مواهبه وشغفه بالتكنولوجيا والعلوم، وكان يقوم بتفكيك الأجهزة المنزلية وتجميعها مرة أخرى، محاولاً فهم كيف تعمل والقيام على تحسينها. كانت لديه قدرة استثنائية على تصميم الآلات وتحليل الأفكار المعقدة، مما جعله يبرز بين أقرانه منذ صغره. عندما بلغ سن 17، قرر تسلا مواصلة تعليمه في مجال الهندسة. التحق بالمعهد النمساوي المشهور للتقنية في مدينة غراتس. كانت فترة دراسته في الجامعة مليئة بالتحديات والصعوبات، ولكنها لم تثنه عن تحقيق أحلامه. أبدع تسلا في مجال الفيزياء والرياضيات، وبدأ بتطوير فهمه العميق للتيار المتردد والموجات الكهرومغناطيسية. ومع ذلك تعرض تسلا لصدمة قوية عندما توفي شقيقه الأكبر دين في حادث مأساوي. وهذا الحدث المأساوي زلزل أرضه وتسبب في حزن عميق وانكسار لروحه، لكن في نفس الوقت أعطى له الحزن الذي عاشه دافعاً إضافياً لتحقيق أهدافه وترك بصمته في عالم العلوم. بعد تخرجه عمل في العديد من الشركات الكهربائية في أوروبا، حيث كان يسعى جاهداً لتحقيق رؤيته الكبيرة في مجال الكهرباء والتكنولوجيا. خلال تلك الفترة كانت تصاميمه واختراعاته تلفت الانتباه وتجذب الإعجاب، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التيار المتردد. تزايد اهتمام تسلا بأنظمة التيار المتردد كان محوراً رئيسياً في حياته المهنية. كان يؤمن بأن استخدام التيار المتردد سيكون أكثر فعالية وكفاءة في نقل الطاقة الكهربائية على مسافات طويلة. وكانت هذه الرؤية مبتكرة للغاية في ذلك الوقت، حيث كانت تستند معظم التكنولوجيا الحالية إلى استخدام التيار المستمر. بعد عمله في صناعة الكهرباء لبعض الوقت، قرر نيكولا تسلا الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لقد رأى في أمريكا فرصة لتحقيق أحلامه وتطوير اختراعاته بشكل أوسع. وقبل أن يصل إلى أمريكا كان لديه فكرة ثورية تتعلق بنظام تيار متردد يمكنه نقل الطاقة الكهربائية على مسافات بعيدة بكفاءة واحدة. يعتمد هذا النظام على استخدام محولات التيار المتردد لتحويل التيار المتردد من تردد إلى آخر ونقل الطاقة بفاقد ضئيل. كانت هذه الفكرة تحد كبير له، لكنه لم يفقد الأمل وشرع في تطوير هذا النظام وإثبات قدرته العظيمة. بدأت تجاربه في مختبراته الصغيرة في نيويورك، وتعرض لانتقادات شديدة من قبل العديد من العلماء الذين كانوا يؤمنون بأن استخدام التيار المستمر هو الطريقة الوحيدة الصحيحة لنقل الطاقة الكهربائية. لكنه لم يتراجع،
بل أصر على أن نظامه سيكون الأفضل والأكثر فعالية. بعد سنوات من العمل المتواصل، تمكن أخيراً من تحقيق تجربة مهمة تؤكد فعالية نظامه لنقل الطاقة الكهربائية على مسافات طويلة. وفي عام 1893 قام ببناء محطة تيار متردد في نياجرا فولز نيويورك، وبدأ في نقل الطاقة الكهربائية عبر الشلالات الهائلة إلى مدينة بوفالو القريبة. كانت هذه التجربة الأولى من نوعها ونجحت بشكل باهر، مما أثبت أنه كان على حق في رؤيته الثورية. وتم استخدام نظام التيار المتردد لتسلا في العديد من التطبيقات العملية، بدءا من إضاءة المدن وتشغيل الآلات الصناعية حتى إمداد القطارات بالطاقة. كان تأثير نظام التيار المتردد لتسلا هائلا على العالم، حيث أصبح من الممكن نقل الطاقة الكهربائية على مسافات بعيدة بكفاءة عالية، مما سهل الحياة اليومية للناس ودفع بتطور الصناعة والتكنولوجيا. بعد نجاح تجربته في نياجرا فولز، بدأ تسلا في العمل على العديد من الاختراعات الجديدة والرئيسية التي غيرت مجرى التاريخ. وثمة اختراع آخر أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للناس، وهو نظام إضاءة الفلورسنت. قدم تسلا نظاماً جديداً لإنتاج الضوء باستخدام الفلورسنت، وهذا النظام كان أكثر كفاءة ودواماً مقارنة بأنظمة الإضاءة السابقة، وكان لديه رؤية للمستقبل متفائلة وثاقبة، وكان يؤمن بأن الطاقة الكهربائية هي المفتاح لتطور الحضارة وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي. لذا عمل تسلا على تطوير أفكار واختراعات جديدة تهدف إلى تحقيق رؤيته للمستقبل، وتناول في أبحاثه العديد من المواضيع المثيرة للاهتمام، بما في ذلك نقل الطاقة اللاسلكي واستخدام الطاقة المتجددة. كان يعتقد أنه يمكن نقل الطاقة الكهربائية عبر الهواء دون الحاجة إلى أسلاك، وهذا سيكون ثورة في مجال الطاقة وسيسهم في حل مشكلة نقص الموارد الطبيعية. وقدم أفكاراً وتجارب لتحقيق نقل الطاقة اللاسلكي، فأقام معرضاً في شيكاغو أظهر فيه قدرته على تشغيل المصابيح الكهربائية دون استخدام أسلاك، ولكنه في النهاية لم يتمكن من إكمال هذا المشروع. ومع ذلك فإن عمله في مجال نقل الطاقة اللاسلكية كان له تأثير كبير على تطوير هذه التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، كان تسلا مهتماً بتطوير واستخدام الطاقة المتجددة، فكان يؤمن بأن الاعتماد على تلك المصادر مثل الطاقة الشمسية والرياح سيساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة على كوكب الأرض. وقدم العديد من الأفكار والتجارب لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل فعال. ولكن على الرغم من الأفكار الرائعة والاختراعات المذهلة التي قدمها، فإنه واجه العديد من التحديات والصعوبات، منها أنه كان يعاني من مشاكل مالية وتنافس شديد من قبل المنافسين في صناعة الكهرباء. كان برج واردن كليف أحد أكثر المشاريع طموحاً وإبداعاً والتي قام بها تسلا في حياته، وكان الهدف من البرج هو إنشاء محطة لنقل الطاقة الكهربائية والاتصالات اللاسلكية على مستوى العالم باستخدام الأرض نفسها كموصل. تم تصميم وبناء البرج بين عامي 1901 و1902 في قرية شورهام في نيويورك، وكان البرج يبلغ ارتفاعه 57 متراً، وكان مزوداً بمحولات كهربائية عملاقة وملفات تسلا التي اخترعها تسلا لتوليد تيارات عالية التردد والجهد. كان البرج متصلاً ببئر عميقة تحت الأرض، حيث كان ينقل الكهرباء إلى الأرض ويستخدمها كموجة ثابتة لنقل الإشارات والطاقة إلى أي نقطة على الكرة الأرضية. وكان البرج مستوحاً من الهرم الأكبر في الجيزة، الذي كان تسلا يعتقد أنه كان يستخدم كمصدر للطاقة القديمة، ولذلك كان يريد أن يبني برجاً مماثلاً للهرم، لكن بتقنية أكثر حداثة وفعالية. وكان البرج قيد الإنشاء عندما واجه تسلا مشاكل مالية وتقنية، وكان الممول الرئيسي للمشروع هو المصرفي جي بي مورغان، الذي استثمر 150 ألف دولاراً في البرج، ما يعادل أكثر من 4 ملايين دولار اليوم. ومع ذلك فقد فقد مورغان الاهتمام بالبرج، وذلك عندما علم أن تسلا يريد أن ينقل الطاقة مجاناً دون أي ربح مالي. في عام 1917 تم هدم البرج لبيعه كخردة لسداد ديون تسلا. في عام 1922 تم الاستيلاء على الأرض في إجراءات تنفيذية، واليوم لا يزال مبنى المختبر الأصلي من الطوب الأحمر قائماً،
وهو المختبر الوحيد المتبقي لتسلا. وفي عام 2012 تم شراء الأرض من قبل مؤسسة تسلا للعلوم في واردن كليف، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى إنشاء متحف ومركز تعليمي لتكريم تراث تسلا. وفي عام 2018 تم إدراج البرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية، وهناك خطط لإعادة بناء البرج وإحياء رؤية تسلا للطاقة اللاسلكية. والآن بعدما تحدثنا عن تاريخه واختراعاته واهتماماته، دعونا نلقي الضوء على الجانب المظلم فيه. فقد كان نيكولا تسلا مخترعاً عبقرياً، لكنه كان أيضاً شخصاً مضطرباً نفسياً يعاني من اضطراب الوسواس القهري والهوس بالأرقام والحمام. وأحد أبرز الهواجس التي كان يعاني منها تسلا هو الهوس بالنظافة والجراثيم. كان يغسل يديه بشكل متكرر ويطلب من خادمه أن يغلي كل الأطعمة والمشروبات قبل تقديمها إليه. كما كان يستخدم مناديل مطوية 3 مرات بجانب طبقه في كل وجبة، ويستخدم 18 منديلاً في اليوم. كان يكره اللؤلؤ ويرفض التحدث مع النساء اللواتي يرتدينه، وكان يفضل الإقامة في الفنادق ويطلب أن يكون رقم غرفته قابلاً للقسمة على 3. وهذا يقودنا إلى هوس تسلا الآخر، وهو الهوس بالأرقام وخاصة الرقم 3 ومضاعفاته. كان يعتقد أن الأرقام 3 و6 و9 لها قوة خاصة وأن لها أهمية خاصة في الكون، وهي أيضاً مفاتيح الكون حسب اعتقاده، وسماها بالأرقام الكونية لأنها موجودة في كل مكان في الطبيعة. على سبيل المثال، هناك 3 مستويات من الوعي، وهي الوعي الجسدي والوعي العقلي والوعي الروحي، وهي الحب والخوف والفرح والحزن والغضب. وهناك 9 أبعاد في الكون، بما في ذلك الأبعاد 3 المعروفة لنا. ولا يوجد دليل علمي يدعم قانون تسلا 3-6-9، لكنه يحظى بشعبية لدى بعض الناس. يعتقد بعض الناس أن هذا القانون يمكن أن يساعدهم على تحقيق أهدافهم وتحسين حياتهم، وأنها تحمل مفتاح الكون. وهذا ما يستخدمه كثير من العلماء فيما يسمى بطاقة الجذب أو قانون الجذب. وكان يقوم ببعض الطقوس الغريبة، مثل السير حول مبنى 3 مرات قبل الدخول إليه، أو القيام بأشياء بمضاعفات 3، مثل النوم لمدة 3 ساعات أو 6 ساعات أو 9 ساعات، أو العمل لمدة 3 أو 6 أو 9 أيام متتالية. كان يعتقد أن هذه الأرقام تمنحه الحماية والحظ والإلهام. ومن بين جميع الهواجس التي كان يعاني منها تسلا، ربما كان أغربها هو حبه للحمام. كان يربي الحمام في شقته في نيويورك، ويطعمهم ويعتني بهم، وكان يزور متنزهات المدينة للتواصل مع الحمام البري، ويحمل معه حقيبة من البذور لإطعامهم. كان يعتبر الحمام أصدقاءه ويقول إنهم يفهمونه أكثر من البشر. وكان لديه حمامة بيضاء مفضلة، وكان يزعم أنها تمثل روح حبيبته التي توفيت في صغره. كان يقضي ساعات في مشاهدة الحمام والتحدث معهم، وينفق الكثير من المال على رعايتهم. هذه بعض الأمثلة على هواجس تسلا التي تظهر جانباً آخر من شخصيته. وبعيداً عن العبقرية العلمية، في كل الأحوال هذه الهواجس تجعله شخصية أكثر إثارة للاهتمام وغموضاً. وهناك بعض النظريات الغامضة حول اختراعات تسلا، ومنها نظرية المؤامرة الأولى، وهي إن تسلا اخترع سلاح الحرب العالمية 3، وهو المعروف بشعاع الموت. وكان يعمل على تصميم سلاح قوي يمكنه إطلاق شعاع من الطاقة الكهربائية أو الكهرومغناطيسية، يمكنه تدمير أي هدف على بعد مئات الأميال. ألم يلفت ذلك انتباهكم لبعض الأشياء والظواهر التي حدثت مؤخراً في عصرنا هذا؟ دعونا نكمل مشاهدينا ما يلي. وكان يسمي هذا السلاح بالمنذبذب أو الشعاع السلمي، ويقول إنه يمكن استخدامه للدفاع والحفاظ على السلام. ومع ذلك، فقد ادعى بعض الناس أن تسلا كان يخطط لاستخدام هذا السلاح لإشعال الحرب العالمية 3، أو أنه تم قتله من قبل الحكومة أو الجاسوسية الأجنبية لمنعه من الكشف عن هذا السلاح. ونظرية المؤامرة الثانية، وهي أنه اخترع طريقة لتوليد الطاقة الحرة، وهي طاقة لا تنفد ولا تتلوث. كان تسلا يبحث عن طريقة لاستخراج الطاقة من الفضاء أو الأرض أو الهواء دون الحاجة إلى أي مصدر خارجي أو وقود. كان يعتقد أن هذه الطاقة موجودة في كل مكان، ويمكن الوصول إليها بواسطة تقنيات متقدمة.
وكان يريد أن يوفر هذه الطاقة للجميع مجاناً ويحقق رؤيته لمستقبل مزدهر ونظيف. ومع ذلك فقد ادعى بعض الناس أن تسلا تم منعه أو تخريبه من قبل الشركات أو الحكومات التي كانت تريد الاحتفاظ بالسيطرة على مصادر الطاقة والمال. نظرية المؤامرة الثالثة، وهي أنه اخترع طريقة للتواصل مع الكائنات الفضائية أو الأبعاد الأخرى. فكان تسلا مهتماً بالظواهر الخارقة للطبيعة والغامضة، وكان يجري تجارب على الراديو واللاسلكي والموجات الكهرومغناطيسية، وكان يزعم أنه استقبل إشارات غريبة أو رسائل من مصادر غير معروفة، وأنه كان قادراً على فك شفرتها وفهمها. وكان يعتقد أن هذه الإشارات تأتي من الكائنات الفضائية أو الأبعاد الأخرى، وأنه كان يحاول إقامة حوار معها. ومع ذلك فقد ادعى بعض الناس أن تسلا كان مجنوناً أو مخدوعاً أو متلاعباً به من قبل هذه القوى الغامضة. وكذلك قام باختراع طائرة بدون طيار، فقد كان مفتوناً بتلك الفكرة، وكان لديه العديد من الأفكار حول كيفية تحقيق ذلك. وفي عام 1898 قدم عرضاً في مبنى ماديسون سكوير غاردن، أظهر فيه نموذجاً أولياً لطائرة بدون طيار يمكنها التحليق والتحكم فيها عن بعد. ومع ذلك لم يتمكن من تطوير نموذج عملي للطائرة بدون طيار. وكذلك كان يحلم بسيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، وكانت لديه العديد من الأفكار حول كيفية تحقيق ذلك. في عام 1931 قدم تصميماً لسيارة كهربائية يمكنها السفر لمسافة 500 ميلاً بشحنة واحدة، ومع ذلك لم يتم بناء هذه السيارة أبداً. لا توجد أدلة قاطعة أو موثوقة تدعم هذه النظريات، ولكن دعونا نستمع إلى الجزء التالي بتركيز شديد لنعرف الغموض المحيط بكل تلك الاختراعات والتي لم يستطع تحقيقها في وقته، ولكنها موجودة الآن حولنا في كل مكان. وعلى الرغم من إنجازاته العديدة، إلا أن حياة تسلا انتهت بطريقة غامضة ومأساوية. في 7 يناير 1943 تم العثور على تسلا ميتاً في غرفته في فندق نيويورك في مدينة نيويورك. لا يزال ما حدث لملفات تسلا وما بداخلها لغزاً محاطاً بنظريات المؤامرة. فبعد سنوات من الاستفسارات حول عمليات التغطية المحتملة، أفرجت الـ FBI أخيراً عن حوالي 250 صفحة من الوثائق المتعلقة تسلا بموجب قانون حرية المعلومات في عام 2016. وأعقب المكتب ذلك بإصدارين إضافيين، آخرهما في مارس 2018. لكن حتى مع نشر هذه الوثائق، لا تزال العديد من الأسئلة معلقة، ولا تزال بعض ملفات تسلا مفقودة. بعد 3 أسابيع من وفاة المخترع الصربي الأمريكي، كلف مهندس كهربائي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتقييم أوراقه لتحديد ما إذا كانت تحتوي على أي أفكار ذات قيمة كبيرة. ووفقاً للوثائق التي رفعت عنها السرية، أفاد الدكتور جون جي ترامب أن تحليله أظهر أن جهود تسلا كانت ذات طابع تأملي وفلسفي وترويجي في المقام الأول، وأن الأوراق لا تتضمن مبادئ أو طرقاً سليمة وجديدة وقابلة للتنفيذ لتحقيق مثل هذه النتائج. هل يذكرك الاسم السابق بشيء ما؟ نعم، أن دكتور جون جي ترامب هو عم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي 45. وقد ساهم في تصميم أجهزة الأشعة السينية التي ساعدت بشكل كبير مرضى السرطان، وعمل على أبحاث الرادار لصالح الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. كان دونالد ترامب نفسه يشير دائماً إلى مؤهلات عمه خلال حملته الرئاسية. كان عمي يحكي لي عن الطاقة النووية قبل أن تصبح طاقة نووية، وكانت تلك إحدى العبارات التي قالها مرة أثناء مقابلة. في ذلك الوقت، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تقرير الدكتور ترامب كدليل على أن الشعاع المميت الذي اشتهر به تسلا لم يكن موجوداً. ولكن عندما نقف ونفكر في ذلك، نرى أن هذا الكلام يحمل كثيراً من الشك. فكيف أن ذلك الشعاع لم يكن موجوداً، وكيف يستخدم الآن؟ ورأينا ذلك يحدث في فلسطين، حيث يتم استخدام بعض الأسلحة المجهولة والتي لا نعرف عنها شيء لتدمير دور واحد في مبنى، وباقي المبنى سليم لم يتم المساس به. لكن في الحقيقة كانت حكومة الولايات المتحدة ذاتها متقسمة في استجابتها لتكنولوجيا تسلا.
فيذكر البعض أن هذه الاختراعات موجودة بالفعل وتم إخفائها من قبل الحكومة الأمريكية لاستخدامها في أغراض ومصالح خاصة بها، ومجموعة أخرى تقول أن هذا لا يوجد عليه أي دليل. ثم يظهر التساؤل الأساسي، حيث كان من المفترض أن يذهب إرثه إلى ابن أخيه سافا كوسانوفيتش الذي كان في ذلك الوقت سفير يوغوسلافيا في الولايات المتحدة. ووفقاً للوثائق السرية التي تم كشفها مؤخراً، كان بعض أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي يخشون أن كوسانوفيتش يحاول السيطرة على تكنولوجيا تسلا بهدف توفير مثل هذه المعلومات للعدو، وحتى تم اقتراح اعتقاله لمنع ذلك. تم إرسال ملفات تسلا ومواد أخرى إلى بلغراد في صربيا، حيث يتم الآن حفظها في متحف نيكولا تسلا هناك. ولكن على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سجل أصلاً حوالي 80 صندوقاً ضمن ممتلكات تسلا، ولكنهم وصلوا إلى بلغراد بعدد 60 فقط، وأن الحكومة احتفظت بالصناديق الناقصة. وبعد كل هذا يبقى التساؤل المهم، وهو هل هذا يدعو للشك فيما يحدث الآن في العالم وبين تكنولوجيا نيكولا تسلا؟ سوف أترك لكم التعليق على ذلك أسفل الفيديو مشاهدين الكرام. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الوثائقي في قناتكم رحلة عبر الزمن. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن تشاركونا آرائكم ومقترحاتكم بالأسفل، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شكراً لدعمكم الدائم لنا، وإلى اللقاء في رحلات أخرى عبر الزمن.